السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو النهاردة ان شاء الله هنكمل شرح منهج سنة تانية ابتدائي المنهج الجديد كونكت يونت 2. يونت 2 الوحدة التانية، عنوان الوحدة my body يعني جسمي، كلمة body يعني جسم، my body جسمي. lesson 1 الدرس الاول هنتعرف فيه على حاجه اسمها parts of the body. parts of the body يعني اجزاء الجسم. parts of the body، parts of the body: eye، ear، nose، mouth، face، head، hand، arm، tooth، teeth، foot، feet، finger، legs، beak، fur. eye عين، ear أذن، nose أنف، mouth ثم، face وجه، رأس head، hand يد، arm ذراع، tooth سنة، teeth أسنان، foot قدم، feet أقدام. ناخد بالنا ان ده جمع شاذ، نركز كده، ده جمع ايه؟ شاذ. عندنا سنة واحدة يعني توث، توث جمعها تيث. طيب ليه ما قلتش مثلا توثد وضفت لها اس عشان تبقى جمع، زي كلمة كات يعني قطة، بحط لها اس تبقى جمع واقول كاتس. كلمة قطة كات بضيف لها اس تبقى كاتس. لان الكلمة دي جمع شاذ، توث جمعها ايه يا ولاد؟ تيث. توث سنة واحدة جمعها تيث اسنان. نفس الحكاية فوت قدم جمعها فيت اقدام. فوت ما اقولش بقى فوت، ما جمعش باضافة اس، لان الكلمة دي يا ولاد مالها شاذة، فبقول فيت، يبقى فوت جمعها فيت. فينجر اصبع يد، فينجر اصبع يد. لجز ارجل، بيك منقار، فر فرو. اي اير نوز ماوث فيس هيد هاند ارم توث تيث فوت فيت فينجر ليجز بيك فر. جوبس الوظائف، جوبس يعني الوظائف. لتر جي ده صوته يا ولاد الجه، جا جوبس، جا جوبس. اول كلمة معانا ملك كينج، كينج. طبيبة دكتور، كلمة دي متقسمة اهي دوك تور، دي او سي دوك، تي او ار تور، دوك تور دكتور. مهندس انجينير، ضابط بوليس اوفيسر، بوليس اوفيسر. الحيوانات animals، كلمة حيوانات يعني animals، animals الحيوانات. bird طائر، elephant فيل، cat قطة، monkey قرد. other words كلمات أخرى، boy girl big banana، boy ولد، girl بنت، big كبير. ده big ده كبير، لكن ده small صغير، يبقى كبير يعني big. موزة بنانا. study the following: the bird has two legs two feet and a beak. الطائر لديه رجلان وقدمان ومنقار. رجلان يعني two legs، قدمان two feet، منقار beak. The monkey has a face, teeth, and a big ears. القرد لديه وجه وأسنان وأذن كبيرة. وجه يعني face، أسنان teeth، أذن كبيرة big ears. I have two legs and two feet too. لدي قدمان ورجلان أيضا. I don't have a beak. ليس لدي منقار. نركز كده على don't، ديت مهمة جدا. I don't have، أنا لا أمتلك.
I don't have a beak. أنا لا أمتلك منقار. I have a face and a teeth too. لدي وجه وأسنان أيضا. I have a head. لدي رأس. We have a costume party at school. We have a costume party at school. لدينا حفل أزياء بالمدرسة. I am a boy. Today I am an engineer. أنا ولد. اليوم. Today يعني اليوم. I am an engineer. أنا مهندس. I am a girl. Today I am a doctor. اليوم أنا طبيبة. أنا بنت. اليوم أنا طبيبة. You're a girl. أنت بنت. You're a boy. أنت ولد. The bird has two legs, two feet, and a beak. The monkey has a face, teeth, and a big ears. I have two legs and two feet too. I don't have a beak. I have a face and a teeth too. I have a head. We have a costume party at school. I am a boy. Today I am an engineer. I am a girl. Today I am a doctor. You're a girl. You're a boy. خلصنا الكلمات، خلصنا الجمل الموجودة على الكلمات. عندنا حاجة اسمها بقى language functions، وظائف لغوية. Number one، compare between an animal and a human body. قارن بين جسم الحيوان والإنسان. عايزني يا أولاد نتعلم إن إحنا نقارن بين جسم الحيوان وجسم الإنسان. طيب إزاي بقى يا مس هنقارن بينهم؟ هنشوف كده المثال ونتعلم. اول حاجه جايبين الطائر. الطائر طبعا عنده ايه يا اولاد؟ منقار. الانسان ما عندوش منقار. طب عايزه اقول الطائر لديه منقار. The bird has a beak. الطائر لديه منقار. هنا عندي كلمه the bird يعني الطائر. has يمتلك او لدي. has هنا فعل بمعنى ايه؟ يمتلك او لدي. a beak منقار. طب عايزه اقول بقى انا الانسان اهو، عايزه اقول انا لا امتلك منقار، يبقى I don't have a beak. I don't have a beak. انا لا امتلك منقار. يبقى عايزه اقول الطائر يمتلك منقار. The bird has a beak. عايزه اقول انا لا امتلك منقار. I don't have a beak. The cat has fur. القط عنده فرو. طبعا الانسان ما عندوش فرو. I don't have fur. انا لا امتلك فرو. I have two legs and two arms too. I have يعني أنا أمتلك أو أنا لدي two legs رجلان and two arms ذراعان أيضا. يبقى هنا قارنا بين الحيوان والإنسان. الحيوان بيكون عنده منقار وكمان بيكون عنده فرو، لكن الإنسان ليس لديه منقار وليس لديه فرو. Number two، فعل يملك. يعني يملك have or has. Have or has. بنستخدم فعل يملك have للتعبير عن الأشياء التي نملكها، ويمكن أن نستخدمه للحديث عن أجزاء الجسم كما يلي. تاني يا أولاد، بنستخدم فعل have يملك علشان نعبر عن إيه؟ عن الأشياء التي نملكها. يبقى علشان أعبر عن الأشياء اللي عندي اللي أنا بمتلكها، أبدأ إن أنا أستخدم إيه يا أولاد؟ have or has. وكمان ممكن أستخدمها عشان أتكلم عن أجزاء الجسم. طيب تعالوا كده أما نشوف. have بمعنى يمتلك وhas بمعنى ايه؟ يمتلك. طيب have يا مس بتيجي مع ايه؟ have بتيجي مع I, we, you, they. بتيجي مع ضمائر الفاعل الجمع I, we, you, they. بياخدوا have. تاني قولوا ورايا في البيت. I, we, you, they ياخدوا ايه؟ ياخدوا have. لكن he, she, it ياخدوا has. يبقى الجمع بياخد have والمفرد بياخد has. عندي he, she, it بياخدوا ايه يا اولاد؟ بياخدوا has. مثال I have a face and a teeth. انا امتلك وجه واسنان. قلنا بنستخدم have او has لما بنيجي نتكلم عن اجزاء الايه؟ الجسم. طب هنا انا بقول انا عندي وجه واسنان، يبقى استخدم هنا يا اولاد ايه؟ have. طب ليه استخدمت have في الجمله دي؟ لان عندي ضمير الفاعل I. شايفين I اهو؟ لانه قال لي I او we او you او they بيجي معهم ايه؟ have. يبقى I have a face and a teeth. انا امتلك وجه واسنان. She has two legs and feet. هي تمتلك رجلان وقدمان.
هنا عندي has لأن الفعل she، وإحنا قلنا مع الفعل he أو she أو it بيجي الفعل إيه يا أولاد؟ has. طيب لو أنا عايزة أنفي يبقى عندي don't have لا أمتلك، doesn't have لا أمتلك. طيب عندنا don't have بتيجي مع I we you they، يبقى الجمع بيجي مع don't have. طب المفرد هي she it هيجي معاه doesn't have، يبقى don't have مع الجمع doesn't have مع المفرد. تاني don't have مع الجمع doesn't have مع المفرد، don't have مع الجمع doesn't have مع المفرد. يبقى لو جالي في الاختيارات don't have doesn't have وجايب لي ضمير فاعل جمع، طالما ضمير الفعل اللي عندي جمع I we you they اختار don't have. طب لو جايب لي he او she او it اختار doesn't have. مثال I don't have a beak، أنا لا أمتلك منقار، I بتيجي معاها don't have، أنا لا أمتلك منقار. She doesn't have a beak، هي لا تمتلك منقار. ليه أنا استخدمت don't وليه أنا استخدمت doesn't؟ لأن عندي هنا ضمير الفعل I لكن عندي هنا ضمير الفاعل she. هنا بقى بيقول لنا ملاحظة كده، لاحظ الملاحظة دي يا أولاد، وفي الجمع لا نستخدم an a او one، يعني مع الكلمات الجمع اي كلمة جمع ما بيجيش قبلها لا a ولا an ولا one، ونجمع الاسماء باضافة حرف اس اخر الاسم. بنحط يا ولاد حرف الاس علشان اجمع الكلمة. مثال leg جمعها legs، arm جمعها arms، hand جمعها hands. هنا نضفت اس لكل كلمة عشان تبقى جمع. قال لنا بقى في جمع شاز، ده اللي انا قلت لكم عليه وانا بقول لكم الكلمات. جمع شاز بحفظه زي ما هو، زي كلمة فوت جمعها فيت، توث جمعها تيث، ايضا يعني تو حروفها تي او او بمعنى ايضا، بمعنى ايه ايضا؟ نستخدم تو اخر الجملة المثبتة بمعنى ايضا لنتفق مع المتحدث في شيء ما. I have a face and arms، أنا أمتلك وجه وذراعان. I have a face and arms too، أنا أمتلك وجه وذراعان أيضا. يبقى أنا بتفق مع الشخص اللي بيتكلم الأولاني بقول له أنا كمان أمتلك وجه وذراعان too أيضا. هنا بيشرح لنا number 4 بيشرح لنا an. عند التحدث عن أجزاء الجسم ضع a قبل الكلمات المفردة التي تبدأ بحرف ساكن. لما اجي اتكلم عن اجزاء الجسم ببدا ان انا احط قبل اجزاء الجسم A بس قبل الكلمه الايه المفرده اللي بتبدا بحرف ساكن. كل الحروف ساكنه ما عدا خمس حروف، خمس حروف متحركين اللي هم A E I O U، يبقى الحروف المتحركه خمسه وكل الحروف بقى ايه يا اولاد؟ ساكنه، تبدا بصوت ساكن. عندنا كلمه فيس يعني وجه، حرف الاف ده حرف ساكن عشان كده حطيت A، يبقى A face، A nose، A mouth. الكلمات دي كلها بتبدأ بصوت ساكن أو بحرف ساكن. بنستخدم an قبل الكلمات المفردة اللي بتبدأ بحرف متحرك. الحروف المتحركة هي A E I O U، خمس حروف. لو أي كلمة بدأت بالخمس حروف دول أي حرف فيهم يا أولاد أحط an، زي كلمة arm، كلمة arm بدأ ب A متحرك أو قايلة an arm. I an I، ليه؟ لأن كلمة I بدأ ب E و E حرف متحرك، air بدأ ب E و E حرف متحرك، يبقى an air، an I an arm. أما الكلمات الجمع لا يأتي قبلها A ولا an، كلمات الجمع فيش قبلها لا A ولا an، كلمة جمع محطش لا A ولا an خالص. عندنا كلمة مثلا tooth دي مفرد أحط A عادي A tooth، لكن تيس جمع ما حطش قبلها حاجة هقوم قايلة تيس على طول. أفوت قدم جمعها فيت ما حطش بقى، ما قولش أفيد غلط، لو قلت أفيد غلط لكن أفوت صح. نص الاستماع اللي عندي في الكتاب look listen and repeat، انظر واستمع وردد. هنا الغرض من نص الاستماع ده ان الطالب يسمع ويقارن بين اجزاء الانسان والطائر والقرد. Look it's a bird، it has two legs two feet and a beak. I have two legs and two feet too، I don't have a beak. The monkey has a face،
teeth and big ears. I have a face and teeth too. نترجم مع بعض الجملة الأولى. Look, it's a bird. انظري إنه طائر. It has two legs. لديه إيه؟ رجلان. Two feet. قدمان. And a beak. وإيه؟ ومنقار. البنت بتقول I have two legs. أنا أمتلك رجلان. And two feet. قدمان. Two. أيضا. I don't have a beak. أنا لا أمتلك منقار. ما عنديش منقار. الولد ده بيتكلم عن الآلة. بيقول The monkey has a face. المونكي عنده face وteeth أسنان. And big ears. وأذن كبيرة. I have a face and teeth too. أنا لدي وجه وأسنان أيضا. الجزئية دي حلوة جدا. جايبين هنا صورة الطائر وكاتب عليها أجزاء الجسم الخاصة بيه. الطائر عنده إيه يا ولاد؟ بيك، منقار، ليج، فيت، هيد. هيد يعني رأس. طيب ممكن يكون عنده إيه؟ أرم، ذراع، ليج، رجل، هيد، رأس، فيس، وجه، تيث، أسنان. حفلة الأزياء بالمدرسة. سكول costume party. Good morning. I am Hani. Today we have a costume party at school. I am a king. Hannah is a doctor. Amira is busy bee. Yusuf is a police officer. Who would you like to be? Good morning. صباح الخير. I am Hani. أنا هاني. Today we have a costume party at school. اليوم لدينا حفل أزياء بالمدرسة. I am a king. أنا الملك. زي ما انتم شايفين صورته اهو. I am a king. أنا الملك. Hannah is a doctor. Hannah طبيبة. أهيت. Hannah طبيبة. I am a girl. I am a doctor. Amira is busy bee. أميرة النحلة المشغولة. أهي. عاملة دور النحلة المشغولة. I am a girl. I am busy bee. Yusuf is a police officer. Yusuf ضابط. I am a boy. I am a police officer. Who would you like to be? من تحب أن تكون؟ بيسألكوا بقى هنا يا أولاد، بيقول لكم أنتوا بتحب تكونوا إيه في الوظائف دي؟ عندنا king, doctor, busy bee و police officer. I am a boy. I am an engineer. أنا ولد. أنا مهندس. طب لو عايز أقول أنا بنت، أنا مدرسة أو أنا معلمة. I am a girl. I am a teacher. بنفس الطريقة كده هتقولوا في البيت. هنا بقى تمارين هحلها ان شاء الله وهنزلها لكم. الشرح يا اولاد بيكون من ملخص بيت باي بيت لسنه ثانيه ابتدائي من كومنت، علشان اللي حابب يتابع معايا الشرح في البيت.